سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نواصل الحديث في جزئه الأول عن فقه الصلاة وأحكامها، كما نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا بكم. شيخنا، بالأمس أو أمس تحدثتم عن النية، وفصلتم القول في بعض أحكامها عامة، وفي الأعمال التي تجب فيها النية في الشريعة والأعمال التي لا تجب فيها النية. اليوم نبدأ بالحديث عنها، إذا لم يتبقى مسائل تريدون الحديث عنها قبل الحديث عن الصلاة، في قضية مكانتها في الصلاة وبعض مسائلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقي لنا من مسائل النية، من المسائل المهمة، شروطها. نعم. وقد ذكر العلماء شروطا، بعضها يخص الناوي وبعضها يخص المنوية. أما الشروط التي تخص الناوي فأولها الإسلام، فلا نية لغير المسلم، ولا نية لغير العاقل. الإسلام والعقل شرطان في الناوي. هل يشترط البلوغ؟ اختلف الناس في ذلك، لكن أكثر علماء المالكية يشترطون التمييز حتى تشمل، أو حتى يشمل هذا الشرط نية الصبي المميز. أما البالغ فلا شك أن يعني أنه مستوف في الشروط. إذن الإسلام والعقل والتمييز. والمتعلق في مسألة المنوي، أولا أن يكون معلوما، معلوم للناوي. وبعض العلماء يعبرون عنه بالتعيين، أن يكون معينا، وإذا كان معلوما فيكون معينا، وإذا لم يكن معينا فليس بمعلوم طبيعة الحال. وقضية أن يكون معلوما، مثالها يعني لما يدخل الصلاة، إذا كان هو لا يعلم أي صلاة دخل، لكن هو عليه صلوات كثيرة، بعضها قضاء وبعضها أداء، فلا تصلح نيته، لابد أن يعين هذا الشيء. نعم. فيعني المسألة الأخرى أو الشرط الآخر، أن تكون هذه النية مكتسبة للناوي، ليست مكتسبة لغيره. والحقيقة فيها تفاصيل كثيرة هذه النقطة، ولن نقف عندها وقفة طويلة. نعم. فالمسألة الأخرى هي قضية الجزم، لابد أن تكون النية ملزوما بها، لا ينفعش فيها التردد. إذا كان هي مترددة، أما نصلي ولا ما نصلي، زعما نحج ولا ما نحج، زعما توضى ولا لا، نصوم ولا ما نصوم، ما تنفعش.
نعم. ولذلك يتكلم العلماء عن مسألة الصيام، قالوا يعني إذا كان النواء الصائم انتبت يعني غدا رمضان فأنا صائم رمضان، وإذا لم يثبت فأصوم تطوعا مثلا. هذا ما لا يوجد جزم في هذه النية، فلا يصلح هذا الأمر لا لرمضان ولا لغيره. وقضية الوضوء شيخنا مهمة جدا في حالة الشك. نعم، في حالة شك في الوضوء. إيه؟ قضية التردد، يعني مرات واحد يقول أنت وضو خلاص ما يعرفش هل هو وضوءه منتقض أم لا. إذا كان في ذهنه قضية أن الوضوء الشرعي هذا خلاص تحصل به العبادات التي يشترط فيها الوضوء، يعني مش ضروري أنه هو يحتم قضية أنه وضوءه منتقض ولا لا، المهم ينوي الوضوء الشرعي الذي إن كان هناك حدث فهو يرفعه. أيوة، لا هذا مش تردد، إذن ينوي الوضوء الشرعي معنى ذلك كأنه قال يعني هو على حدث وسأزيله. وكذلك في الصلاة، أما إذا كان التردد الذي ذكرتم. نعم، وكذلك في الصلاة، في اللي مثلا يقضي في صلوات ما يعرفش كم فاته من الصلوات، فيقد يقضي حتى يطمئن إلى أنه قضى كل ما عليه، لكن يقضي بالجزم أن هذه التي دخل فيها هي صلاة مقضية. نعم، يعني في ذمته إلى أن ينتهي جزما ولو بالاحتياطي. نعم، واضح. فهذه لا يقال لنا إن هذا نوع من التردد، لا. وأضرب مثالا آخر يبين لنا هذه المسألة. من نسي صلاة واحدة ولكنه لا يعلم أي صلاة هي من الصلوات الخمس، يعني أمس مثلا لم يصلي صلاة معينة ولم يستطع أن يلزم أي صلاة هذه، هذا ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يصلي خمس صلوات، صلوات كلها متاع اليوم. قد يقال لنا هذا لا يوجد فيه جزم لأن النية مترددة. لا، النية ليست مترددة لأن كل صلاة يقضيها في ذهنه أنها واجبة عليه وهي في ذمته، يقضيها بهذا الشكل، وبالتالي هو ليس مترددا في هذه الصلاة فلا يؤثر علينا ذلك. نعم، فهذه مسألة التردد. نعم، بالنسبة لمسألة تأخيرها وتقديمها ذكرناه قليلا نحن. نعم، وقلنا إن يعني الذهاب إلى مكان الوضوء يعتبر كأنه داخل في نية الوضوء، وكذلك الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة قلنا هذه النية كافية للدخول في الصلاة، ولذلك يعني سبقها قليلا ضروري هذا في الصلاة. وأما المؤثر هو التأخير، التأخير لا ينفع، لابد النية تسبق العبادة، والأصل فيها هي لابد أن تقارنها، ولذلك ذكر العلماء من شروط النية المقارنة للعبادة، لابد أن تقارنها. لكن هل يؤثر سبقها قليلا أو تأخيرها قليلا؟ أما التأخير فنعم يؤثر، فإذا حصل جزء من العبادة خارج النية فلا تصلح هذه العبادة. إذن التأخير مضر، والتقديم لا يضر إذا كان قليلا كما ذكرنا، لا في الصلاة. وأما في الصوم وفي الزكاة
فالتأخير التقديم أحيانا يكون مطلوبا، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا. فإن الصوم الأصل في نيته أن تقارن الإمساك، وهذه لو فرضت يعني مشكلة كبيرة، من اللي يستحضر نيته وقت الإمساك بالضبط؟ ولذلك قالوا لما يعني يكفي أو تكفي النية بعد غروب الشمس في أي وقت وقعت، حتى ولو نام بعد ذلك. نعم، في أي وقت وقعت يعني، حتى لو أيوة في أي وقت، لكن فقط شرط واحد وهي قضية أن يكون الصوم قد ثبت، وهذا احترازا من قضية يوم أواخر الشك. شعبان مثلا ويوم الشك. نعم أيوة. فإذا ثبت دخول الشهر ما سهمنا في أي وقت من الليل جاءت النية. خصوصا والمالكية عندهم صيام رمضان يعتبر عبادة واحدة، ولذلك يعني لم يقولوا بوجوب تجديدها كل ليلة ما لم ينقطع الصيام. وهذه سنزيدها إن شاء الله في باب الصيام، تحدثنا إن شاء الله عن الصيام. نعم نعم، لكن المهم في قضية النية هل يجوز تأخيرها أو تقديمها؟ قلنا يعني بالنسبة لرمضان أو قضية تقديمها هذا في صالح المؤمنين، لأن ليس كل مسلم يستطيع أن يستحضر النية عند لحظة الإمساك تماما. عندنا قضية الزكاة، الزكاة الأصل في العبادات كلها أن تكون مقارنة النية، لكن في الزكاة قالوا يجوز أن تسبق النية إخراج الزكاة، وتحدثوا عن تطبيق ذلك في مسألة النيابة، يعني أن تنوب أحدا في إخراج زكاتك. وهذا يأتينا سؤال، هو أيهما الأحسن، أن تخرجها أنت أو تنوب فيها من يخرجها؟ قال علماؤنا تنويب من يخرجها عنك أفضل. لماذا؟ لأن فيها رفع لأن فيها رفعا للحرج للمعطى. في فرق كبير جدا بين صاحب المال هو اللي يسلم فيكون نوع من الحياة للآخذ، وأما إذا علم أن هذه الزكاة ليست منك وإنما هي من شخص آخر لا يعرفه، لم تذكره له، فيقل الحياء في الحالة هذه. ولذلك لكن النية متى تحصل؟ لا تعرف متى يدفع هذه الزكاة التي هي زكاتك، يدفعها النائب عنك للمستحق، لا تعرف هذه اللحظة. ولذلك النية متى تكون؟ عندما تسلم أنت صاحب الزكاة، تسلم هذه الزكاة لنائبك لمن كلفته أن يدفع، قلنا رفعا للخجل الفقير ورفع الحرج عنه. فهذه إذن يجوز فيها تقديم النية. هذه بالنسبة للتقديم والتأخير. نعم. بالنسبة لمسألة النيابة في النية ونحن نتحدث عن الزكاة، قلنا ذكرنا في الماضي أن أحيانا الحاكم، وهذه ننبه عليها هذه ملاحظة وقد ذكرناها أكثر من مرة، أننا عندما نذكر الحاكم ينصرف للقاضي. نعم، قلنا القاضي أو من ينوب عنه إذا أحيانا يضطر أن يطلق عن شخص آخر، عندما يعني الطلاق يحكم به ويطلب من الزوج أن يطلق عند توفر شروط معينة ويأبى الزوج أن يفعل ذلك، فإن القاضي يطلق عليه
وهو لا يملك الطلاق أصلا، ولكن الشارع والحالة هذه جعل له إيقاع الطلاق. فهذه هي نيابة يعني جبر عليها، لا دخل للزوج فيها. نعم، هذه بالنسبة للنيابة في النية. وأخذ الزكاة من الآب كذلك ذكرناها كذلك. وقلنا من أبى أن يدفع زكاته فإن الحاكم يأخذها منه جبرا قهرا، وهذه لا نية له، لأن المأخوذ منه قهرا لا نية له، وإنما النية للحاكم. نعم، إذن تنفع هذه النية نيابة عما لزمته الزكاة. كذلك يذكر علماؤنا مسألة أخرى تكفي فيها نية الغير، وهي من كانت زوجته كتابية. وإحنا اشترطنا في النية ماذا؟ اشترطنا الإسلام. نعم، فهل تنفع نية الكتابية في غسلها من الحيض والنفاس حتى تحل لزوجها حتى يحل وطوها؟ نعم، بالنسبة لنية الكافر معظم العلماء يقولون لا تقع ولا تنفع، لكن قالوا إذا أجبرها الزوج أو أمرها، نعم، فهذه نيته، فنية الزوج تقوم مقام نية الزوجة، فتعتبر كأنها نيابة. هذه بالنسبة لي من المسائل النية. بالنسبة لي من المسائل التي يشترطونها في النية عدم المنافي، لأن إذا كان النية موجودة ولكن شيئا نافاها، يعني نوي واحد الوضوء وجلس يتوضأ وهو متلبس ببعض نواقضها، نواقض الوضوء، فهل تصلح نيته؟ لا. إذن يعني لابد أن نقول عدم وجود المنافي. ولذلك يعني يقسم العلماء يقسمون النية إلى قسمين، وهذه مسألة مهمة، إلى فعلية وحكمية. هذه تأتينا في قضية العبادات التي تأخذ وقتا، وإحنا قلنا الأصل فيها أن تقارن العبادة، لكن أنت في الحج مثلا يأخذ فترة طويلة، أحيانا حتى شهور وأحيانا أيام، فهل تستطيع أن تستحضر النية طول هذه المدة؟ لا، ولا حتى في الصلاة التي هي بضع دقائق في أولها، نعم تستحضر النية، ولكن في يعني في بعض الوقت من هذه الصلاة يعني تغرب عنك النية، فهل هذا يضر؟ لا، لا يضر. المهم إحداثها في الأول، نعم، في الإحرام. ثم يعني بعد الحج. ذلك يقول العلماء إن نعم في الإحرام تجب، يعني في مسألة الحاجة التي ذكرتموها، ولا تجب في كل فعل يقدم عليه، يعني في الطواف يستحضر أنه يطوف طواف كذا، وفي السعي؟ هو الحج أكثر علمائنا يقولون تنفع النية الأولى وهي نية الإحرام، ثم بقية العلماء بقية الأعمال مندرجة في هذه النية. ونزيد شيئا آخر، وأن يعني تحت عنوان آخر، يعني نواقض النية. النية يعني تنقض إذا أنت في حالة طهارة، فنويت أنك تلغي طهارتك سواء غسل والله وإلا وضوء، ما عادش تنفع النية، يبطل الطهارة، تبطل الطهارة. كذلك الصلاة، وأنت في حالة الصلاة إذا أبطلت النية بطلت صلاتك، لكن لا تبطل بعد الانتهاء منها. إذا قال واحد بعد أن انتهى، بعد أن سلم من الصلاة، قال أنا يعني نقضت هذه النية التي صليت بها، ما تنفعش هذه، خلاص صلاة صحيحة.
وكذلك بعد الانتهاء من الصيام. نعم. الحاجة الوحيدة التي قالوا لا ينفع أن نقض فيها هي الحج. فإذا نوى الحاج عند الإحرام نية الحج ثم بعد ذلك قال أنا منتقض أنا أنقض نيتي في الحج ما لبيش حاج، لكنه استمر يعمل ما عليه من الأركان وغيرها والواجبات، هذه النقد نتاع لا قيمة له. قالوا يتم الحج، نعم، لأنه طالما هو عمل عمله فهذا كاف. هذه دائما يتحدث عنها الفقهاء، يفردونها عن بقية العبادات. نعم، هذه القضية ما ينفعش فيها النقد. بالنسبة إذا كان دخل الإنسان في الوضوء والله في الغسل وهو عليه أكثر من موجب لرفع الحدث، يعني المرأة ترفع الحدث الأكبر وترفع الحيضة، انتهى حيضها وهي في حالة جنابة، فيعني نوت بنيتها الأمرين معا ولم تحددهما، نعم، دخلت على الطهارة لرفع ما يجب عليها، قالوا هذه تنفع. نعم، فهذه المسألة يذكرها العلماء. هي لدينا إزالة النجاسة، المفروض أن تكون في مباحث أمس، يعني الأشياء التي تلزمها النية والأشياء التي لا تلزمها النية. إزالة النجاسة اختلف فيها الناس، مشهور مذهب مالك أن النية لا تجب فيها، فإذا كانت نجاسة في الثوب أو على الأرض التي تصلي عليها أو في ثوبك أو حتى في جسمك وأزالها غيرك أو أزلتها أنت بلا نية، حتى لو أزال الكافر هذه النجاسة من الموضع الذي ستصلي عليه أقول لك هذه ما تنفعش لأن الكافر هو الذي أزالها، لا، هذه المسألة لا تحتاج إلى نية، العلة فيها واضحة، يعني فيها شبهة لأن معقوليتها واضحة أو على الأقل معظمها معقول، لكن فيها شبهة التعبد. ما هو هذه، ما هي هذه الشبهة؟ هي قضية الإزالة خصوصا عند مذهب مالك مثلا، نعم، قضية أن تزيلها بطهور، بالنسبة للثياب والبدن أن تزال بطهور ما لم يخالطه شيء، فإذا هذا تعبد. لا نعرف ما الفرق بين أن تزيلها بطهور أو أزلتها بزيت أو سمن أو غير ذلك. بالحكم العادي الإنساني البشري لا فرق، المهم إزالة النجاسة، لكن الشارع اشترط أن تزال بالطهور. هي إذن يتخللها أو يتعلق بها شيئان، شبهة التعبد وهي الأقل، وشبهة المعقولية وهي الأكثر، ولذلك اكتفوا فيها بعدم النية. المبحث الآخر هو الاشتراك في النية، يعني أنت قلت إنك ترفع الحدث بهذا الغسل والتبرد في آن واحد، أنت مستحضر لأن عليك جنابة وتريد رفعها، لكن في نفس النية اشتركت معك نية أخرى وهي أن تتبرد، فهل هذا يضر؟ علماؤنا قالوا هذا لا يضر، الاشتراك والحالة هذه لا يضر بك في عبادتك. ومثال آخر لهذا الأمر هو قضية من حج وهو ينوي الحج والتجارة، هل حجه صحيح أم باطل؟ حجه صحيح
العلماء قالوا ينقص أجره. إذ لو نوى الحج فقط على الأقل إلى أن يتم أفعال الحج، فإذا دخلت نية أخرى بعد ذلك فلا تضر مطلقا، لكن إن أول حجه أنه سيحج وأنه سيتاجر في نفس الوقت، والتجارة في موسم الحج ليست ممنوعة. نعم. فهذا الحج لا يتأثر بهذا الاشتراك الذي صاحبه في النية. نعم. هذه بالنسبة لمعظم المباحث. بقي لنا العلماء يتحدثون عن محلها. النية أين يكون محلها؟ اختلف الناس فيه، وهي قضية لا يترتب عليها كبير شيء، لكن العلماء ذكروا ذلك فنذكره تبعا لهم. بعضهم قالوا محلها القلب وهم الأكثر، وبعضهم قالوا محلها الدماغ، وهذه هذه يمثلها القلة. أكثر العلماء يقولون إن محلها القلب، لكن يعني لا يفصلون هذه المسألة لأنها لا نعرف حقيقتها. يعني لو سألك واحد على النية بالضبط جسمها لا تستطيع. إذن هذه القضية يتولاها خالق الخلق. نعم. المهم أن توجد في القلب ولا في العقل، هو ذاك. نعم هو ذاك. نعم. طيب شيخنا، نستأذنك نذهب فاصل إن شاء الله، ومن ثم نواصل ونجيب أيضا عن ما ورد إلينا من أسئلة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. تغطية خاصة في ذكرى مذبحة بوسلين يأتيكم في الأوقات التالية. جالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد. شيخنا، تحدثتم في قبل الفاصل عن قضية مسائل في النية عموما، وهي لعلها تكون توضئة حتى لأنها النية هذه ستصاحبنا في كل المباحث أو في جل المباحث التي سنتحدث عنها بعد ذلك. لو بقي فيه مسألة تريدون التنويه عنها قبل أن نتحدث عن النية في الصلاة في الحلقات القادمة وبعضها في هذه الحلقة، وقبل أن ننتقل للأسئلة. نعم، بالنسبة لمسألة أريد التنبيه عليها، وهي أن النية يعني النية تنفع هذه أحيانا في بعض الأمور، فلذلك تجد العلماء يعبرون عن هذه المسألة بقولهم، وكما قال خليل رحمه الله تعالى وقيدت وخصصت نية الحالف وقيدت الحالف في الأيمان. هذه الأيمان عادة هو أكبر مبحث تتخلله النية. الحالف، نعم، بالله سبحانه وتعالى بكثرة هذه الناس كلها يضطرون إلى ذلك ولا بد أن يقعوا فيه إلا الشاذ منهم. ولذلك يعني النية هي التي تقيد وتخصص هذا الحلف، يعني اليمين هذا، وأحيانا يخصصه أو يقيده الواقع. ويضرب العلماء مثلا لمن مر ببائع لحم فوجد عنده ازدحاما شديدا فحلف ألا يأخذ لحما ذلك اليوم، ثم مر
بنفس المكان بعد ساعات فلم يجد أحدا. قالوا هنا إذا أخذ اللحم، إذا اشترى اللحم من نفس المكان لا يحنث ولا تجب عليه كفارة. لماذا؟ لأن حلفه الأول كان بسبب وهو قضية الازدحام وقد انتهى. نعم، وهذه كثير ما يسأل الناس عن أمثالها، يعني قضية من حلف لزوجته ألا تذهب لعائلة فلان، دائما نسألهم هل يريدون الديمومة أو بسبب معين؟ فإذا كان بسبب معين فهو مؤقت، نعم ينتهي بانتهاء السبب، وإذا كان الحلف على الديمومة فذلك أمر آخر. نعم، ولذلك هذه قاعدة مهمة، وخصصت نية الحالف وقيدت. وهنا بطبيعة الحال يقصدون بها اليمين بالله، لأن أغلب الأسئلة التي ترد في هذا المجال قضية الطلاق. قضية الطلاق يعني بالنسبة للمالكية يأخذون الحيطة فيها أخذا كبيرا، فلا يعاملونها معاملة الحلف بالله. ولذلك تحضرني الآن مسألة يفرق المالكية فيها بين اليمين بالطلاق واليمين بالله. قالوا لو سألك شخص يعني هل عندك نقود يريد أن يستلف منك، فقلت له أو الآن عندك نقود الآن في الحالة هذه، يعني حلفت له بالله أنه لا يوجد في جيبك دينار ولا درهم، لا نقود قط. قالوا ثم بعد دقائق فتست جيبك فوجدت دينارا مثلا، قالوا لا تحنث، لأن أنت حسب ظنك الغالب أنه ليس معك دينار ولا درهم أصلا. إلى أذن اليمين منصب على هذه المسألة. فإذا كان الحلف بالطلاق قالوا يحنث من حلف كمثل هذا اليمين ويلزمه الطلاق. نعم، هذا تفريق بين نعم بين حكمهم بالطلاق وحكمهم باليمين بالله. نعم نعم. طيب شيخ، إن شاء الله يعني نحن تحدثنا في بداية الحلقات عن النية، عن بعض القضايا في قضية الصلاة، وجميل أنكم قدمتم بهذه المقدمة في الحلقة هذه والحلقة السابقة. إن شاء الله يعني نذكر بالمسائل التي تحدثنا عنها في قضية الصلاة في الحلقات القادمة، ونتم بحث النية في الصلاة خصوصا قبل أن ننتقل للفرائض أخرى. أستأذنكم في الانتقال لأسئلة المشاهدين، وأبدأ بالأخت أم عبد الله على الفايبر تسأل عن تقول هل علي ذنب؟ هي يبدو أن زوجها تخشى عليه المرض أو هو مريض، فتخشى أن تخبره ببعض الأشياء، فقالت من هذه الأشياء أن أولادي بعض الأحيان يرتكبون أو أحيانا يرتكبون بعض الأخطاء، فلا تخبر زوجها بذلك، تحاول هي تحل المشكلة ولا تخبر زوجها بذلك، فتقول هل آثموا بذلك أم لا، هي خوفا على صحة زوجها. هذه المسألة تعتمد على أنواع ما يرتكبونه، وهل هذا الارتكاب له صلة وتعلق بالزوج أم القضية خاصة بصورة عامة أو بأمهم أو ببعضهم. فإذا كانت لا تخص الزوجة ولا تعلق لها به فما فعلته جيد. نعم، هي متعلقة بقضية تربية الأبناء. تربية الأبناء هذه يقتسمانها الزوج والزوجة، لكن هي إذا كان تعرف أن إخبار الزوج يؤثر على صحته تأثيرا كبيرا فنعم يعني لا حرج عليها فيما فعلت. لكن إذا كان هو له دخل في المسألة هذه يستطيع أن يضبطهم أكثر منها، وإذا يعني لم يسمع فلا تنفع معهم تربية الأم وحدها، فلا بد أن تخبره. في الغالب هي العائلات عنها مختلفة، نعم، لكن في الغالب إذا لم يحسم الأب هذه المسائل فإن الأم وحدها لا تستطيعها. والله أعلم. نعم.
يعني هي متوقفة على المصلحة، مصلحة تربية الأبناء، إذا كان الأب لابد أن يعلم بهذه الأمور أم لا. هو ذاك نعم. نعم. طيب شيخ، إحدى الأخوات سألتكم منذ كم حلقة، واليوم أرسلت أنه هو، أو بالحلقة الأمس أرسلت أنه هو قضية الكهرباء وكذا، فلم تسمع الجواب. فهي تسأل عن قضية أنها في شهر رمضان المبارك لدغتها حشرة سامة، وعطتها الدكتورة إبرة في الوريد ومضاد حيوي وتغذية، وفي ثاني أيام رمضان حل سحب الدم للتحليل، فهل عليها رد يوم في رمضان أم يومين، اللي هي اليوم اللي فيه التحليل واليوم الذي أخذت فيه إبرة في الوريد ومضاد حيوي وتغذية؟ نعم، احنا أجبناها، مع ذلك نعيد لها الجواب. نعم. عليها يوم واحد وهو اليوم الذي أخذت فيه المضاد الحيوي وإبرة التغذية، ولا شيء عليها في اليوم الذي سحب فيه منها الدم. نعم. نعم. إحدى الأخوات تسأل عن مدة الطهر التي إذا رأتها، يعني المرأة متى تجزم بأن طهرها يعني هذا يجب فيه أو تجب فيه الصلاة، لأنه أحيانا ينقطع الدم وأحيانا يعود، وهي تعلم من اعتيادها أو تعلم من قريناتها أن الدم سيرجع ثانية، فكم المدة اللي بناء عليها إذا رأت، إذا لم ترى الدم يتجب عليها الصلاة ويباح لها ما كان محرما عليها وهي حائض أو نفساء؟ هي تارة يعني الجزم بأن الدم انتهى، هذا ذكرناه عند مبحث الحيض. نعم. وقلنا يعرف انتهاء الدم بأحد أمرين، إما بالجفوف، وعرفناها الجفوف. نعم. يعني لما تضع الخرقة المرأة لا يخرج معها شيء. نعم. وإما بالقصة البيضاء. وقلنا هي شيء زي مثل الجير. نعم، يخرج في نهاية الدم، فهذا يدل على أن الدم قد انتهى. لكن أحيانا لا تخرج هذه الأشياء، فكيف تعرف المرأة أنها طاهرة؟ أحيانا هي تطهر يوما ويرجع إليها الدم يوم آخر، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنها إذا في ذلك اليوم الذي لم يأتي فيه الدم هي طاهرة، تفعل ما تفعله الطاهرة. ولما يرجع إلى الدم يعني تكون في حالة حيض، فتمتنع عما تمتنع عنه الحائض. وهذه أنت تظهر في قضية قبل عند صلاة الفجر مثلا، إذا يعني لم يكن هناك دم. نعم، تجب عليها الصلاة، صلت الصبح واستمرت صائمة إلى أجاء المغرب وهي على هذه الحالة، فإن هذا اليوم لها صيامها صحيح. ولو جاءها الدم بعد المغرب، نعم، فصبحت غير طاهرة من هذه اللحظة. أما اليوم الماضي فتمام، يعني صيامها صحيح وكل ما تفعله صحيح. نعم. نعم، لكن لا مقدار لي يعني أكثر الجفوف أو أقله، إذا رأت جفافا تجب عليها الصلاة التي رأتها فيها، التي رأت فيها الجفاف في هذا الوقت، وإن كانت تعلم، وإن كانت تعلم من، وإن كانت تعلم أنه سيرجع، سيرجع عليها الدم بعد ذلك. ولو حتى لو علمت أنها من التجربة أنه سيأتي بعد يوم أو يومين أو كذا وطهرت ذلك اليوم كامل، فإنها طاهرة. نعم. الأخ أحمد شيخ يسأل سؤال عن يقول هو يسأل أحيانا يستفسر ويسأل من أحد المشايخ، وهو إمام مسجد ومتعلم حسب ما يقول، ولكن هذا الشيخ ليس من دار الإفتاء، يقول فلما يجاوب فيه يعني ينسب الأقوال لبعض العلماء من خارج البلاد، فيسأل هل أخذ الفتوى من مثل هؤلاء المشايخ أو الأئمة جائزة أم لا؟ يعني هو كأن ربطها بقضية دار الإفتاء، يعني كل من هو خارج دار الإفتاء لا يحق له الفتوى. لا، أنا اللي فهمت منه أنه يعني الشيخ الذي تحدث عنه يأخذ من علماء غير بلده.
لا علاقة المسألة بدال الإفتاء. لا هو في السؤال تحدث عن الأمرين يعني. نعم. تحدث في السؤال عن الأمرين إن هو ليس يعني هي بالنسبة معتمداً. الأمر الأول. تفضل شيخ. الأمر الأول يعني مسألة ليس أمر ضروري، قضية الرجوع لدار الإفتاء يعني في كل هذه الأمور. لا المهم في احنا قلنا من يسأل عن هذه الفتاوى أو النوازل، من توفر فيه أو من توفر فيه شرطان، أولا العلم وثانيا الورع، لأن العلم بلا ورع لا يصلح والورع بلا علم لا يصلح. فإذا كان شخص عالما ورعا نعم أخذ منه، ما لهاش علاقة بالمؤسسة هذه، المكان والزمان. نعم ليس لها علاقة، لا تعلق بالمؤسسة واحدة. الشطر الثاني طبعا مهم. نعم. هو ذكر هو في الشطر الثاني ذكر حتى العلماء الذين ينقل عنهم هذا الإمام الذي يسأله وهم من خارج البلاد، فيسأل عن قضية أنه هو يأخذ في الفتوى من خارج البلاد، ما ضابط ذلك؟ وهل يعني يمكن للناس أن يأخذوا الفتوى من أي شيخ، أو يمكن لأي شخص أن ينقل الفتوى عن علماء من خارج البلاد؟ لا، هي قضية الخطورة في المفتي خارج البلد أنه لا يتصور العادات والأعراف التي هي في البلد. فأحيانا تكون الإجابة يعني خارج التغطية. سامحني في هذا القول. هذه المشكلة فقط. أما إذا كان عرفنا أن المسألة لا تتعلق بأعراف ولا عادات ولا ما شبه، وأكثر هذه الأشياء في الطلاق هي وفي الأيمان بالله هي هذه التي تتخللها الأعراف. فالعالم من البلد هو الذي يتصور ذلك. وقد قرأنا كثيرا من الفتاوى التي يسأل عنها أناس على بعد آلاف الكيلومترات، فإنه لم يفهم السؤال أصلا. مع أن السؤال عندنا عندما قرأناه واضح لا صلة له بإجابة الشيخ، لا لأن الشيخ جاهل، ولكن لأنه لم يستطع استيعاب عرف البلد في هذه المسألة. نعم. لكن شيخ القضية هنا كما ذكرتم في قضية مثلا الأيمان والنذور وقضية ما يعني تتحكم فيه الأعراف، حتى في القضايا أحيانا السياسية وكذا يسأل بعض الناس من خارج البلاد وما يصوروش الواقع الحقيقي في البلاد، ويكون لا ينقصهم العلم لكن تنقصهم معرفة الواقع. لكن شيخنا في قضية مثلا مثل قضية بعض العبادات أحيانا يسأل الشيخ ويجيب فيها من خارج البلاد ويخالف فيها مذهب مثلا البلاد أو مذهب عامة العلماء في البلاد، وأحيانا المستفتي يسبب مشاكل، يعني كأن هذا الحق الذي لا شيء غيره حتى في مسائل العبادات. لا يوجد غيره. نعم صحيح. هذه المسألة يعني يتحدث عنها العلماء في قضية المفتي والمستفتي والإفتاء. نعم هذه أحيانا الفتوى بغير مذهب البلد هي لابد أن نتكلم عن هذا المستفتي. المستفتي هذا لابد أن يكون أحد شخصين، إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا. إذا كان مجتهدا يحرم عليه أخذ الفتوى من غيره، لا من علماء البلد ولا من خارجها. وإذا كان هو مقلدا، من يقلد؟ يقلد العلماء الذين يقربون منه، لأنك البعيد هذا لا تستطيع أن تشرح له كل المسألة بحذافيرها وبشروطها وبتقايدها. ولذلك المفتي البعيد لا يستطيع أن يحل لك مشكلتك في كل لحظة. أما الذي معك في البلد نعم فهذا دوره. فهذا الفرق. نعم نحن لا نفرق بأمور أخرى، العلم هو العلم، لكن العلماء البلد هم الذين يرجع إليهم.
فإذا أنت أصابتك نازلة وأنت في باكستان، هل تقول سأرجع إلى البلاد الليبية أو المصرية أو السودانية حتى أستمع بعلمائها وأشرح لهم فيفتوني؟ لا، هذه أحيانا حتى النازلة تفوت أو يفوت حلها. ستسأل الناس الذين تثق فيهم من هو المرجع في الفتوى في بلدكم، فيدلونك عليه فتسأل وتحل مشكلتك، وهكذا الأمر. نعم. وخاصة يعني علماء البلد يكونوا أكثر اهتمام بهذه المسائل الفرعية من غيرهم، لأن الغير مرات ما يطلعش هذه المسائل ولا ينتبه إليها إلا إذا وقعت في بلده. صحيح، بل لا يخطر على باله ذلك. نعم. طيب شيخ، الأخ سالم الطاهر يقول شيخنا، عرضت فتاة علي أن أتزوجها وهي تتكفل بكافة مصاريف الزواج، فيسأل بماذا تنصحونه؟ هذه القضية يعني القضية هذه تتبعه المسألة تتعلق به، فإذا رأى ذلك وكان يثق في هذه المسألة والأمور عنده واضحة، أنا ليس عندي قول في هذه المسألة. نعم، لكن قضية أن تتكفل المرأة بكافة مصاريف الزواج، يعني هل هذا يعني قصدي مباح وجائز ولا فيه مشكلة يعني، أو حتى عرفا يعني؟ لا، جائز شريطة فقط، أن تعطيه مبلغا من المال تملكه إياه حتى يدفعها مهرا، أما الباقية لا بأس أن تكفل بذلك. نعم، لابد أن يدفع المهر هو. أيوة. نعم. طيب شيخ، في سؤالين في النية، أحد الإخوة يسأل عن جواز الجمع في النية بين غسل الجمعة وغسل الحدث الأكبر، غسل الجنابة. نعم، إذا كان النوى الاثنين فيحصلان إن شاء الله، نص على ذلك علماؤنا. نعم. أحد الإخوة يسأل عن قضية تغير النية داخل الصلاة، أحيانا الإنسان يشك في الصلاة يعني التي فاتته، يظن أنها صلاة، ويبدأ في أثناء الصلاة فينوي صلاة، وبعدين أثناء الصلاة يتأكد أن الصلاة التي فاتته أو التي يريد صلاة أن يصليها هي كذا، فهل يصح تغيير النية داخل الصلاة بعد البدء فيها؟ لا، ما لا تنفع هذه، وإنما الذي نص عليه أنه جائز هو أن يفكر الإنسان قليلا لحظات في مسألته، أما إذا غير النية وسط الصلاة فلا ينفع ذلك. نعم، فهو من التردد الذي ذكرناه. نعم. أحد الإخوة على الفيسبوك أيضا يقول، إذا نصب الابن واحتال لأخذ مال أبيه وأعمامه وأقاربه وبعض أقاربه وأصحابه بحجة التجارة، وهو لم يتاجر بهذه الأموال بل خسر جميعها، فما الذي يفعله الأب تجاه ابنه، وما يترتب عليه بخصوص رد هذه الأموال، علما بأن الولد فوق 30 عام؟ هذا كبير السن. نعم، يعني ما ماذا أقول، هذا هو أعلم بابنه وبمشكلته معه، وهذه المسألة يعني من ناحية شرعية واضحة، هو هذا رجل عاقل، إذا كان عاقل لا أعرف، عاقل وبالغ، فتصرفاته محسوبة كلها، وما فعل من الاحتيال على هؤلاء القوم وأخذ أموالهم هذا عليه إثم كبير. نعم، وليتق الله وليتخلص من هذه التي ارتكبها قبل فوات وقتها. الله أعلم. نعم، لكن لا يلزم الأب بأن يدفع الأموال وأن يردها باعتبار أنه ابن بالغ يعني. نعم، هو ذا. طيب شيخ، انتهى وقت الحلقة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي في حلقة الجمعة القادمة إن شاء الله، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى.